نرحب بمشاهدينا من جديد في برنامج فتاوى على الهواء مباشرة. نحن بحضرة الشيخ الجليل محمد أحمد حسن نتناقش في بعض من القضايا المهمة. توقفنا الشيخ قبل شوية في أن صلاة المرأة في حضرة الرجال تكون سر. تكون سر. ما بال الآن يعني المؤسسات مفتوحة والمرأة تعمل في المكاتب وكذا. نتحدث شوية عن عمل المرأة نفسه من هذا الباب. يعني هل الإسلام يعني كان له رأي واضح في هذه المسألة؟ إلى أي مدى يعني حدد حدود المرأة في العمل؟ هي طبعا كل العلماء أجازوا على أن يجوز للمرأة تخرج للعمل في الحالة الضرورية فقط، في الضرورات زي الضروريات. وطبعا المرأة محلها إدارة شؤون البيت، وإدارة شؤون البيت دي موضوع مهم جدا. لكن مرات ظروف الحياة، مرتب الزوج ما بيكفي الأسرة وتعليم ومصاريف علاج وكده، يجوز للمرأة ما دام عندها الشهادة تخرج للعمل، طالما العمل ده في حد ذاته حلال. نمرة اثنين، ما بيخدش كرامتها، ما بيعرضها للإساءة ولا كده. أي ممكن تخرج العمل تأدي وظائف كثير، في بنات ماسكات وظائف مكانتها كبيرة في الدولة. يعني الضرورات تبيح المحظورات، يعني من باب القياس. أي. 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 أي.